بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام الرب يسوع معكم اخوتي واخواتي الاحباء. وصلنا الى النقطه رقم 12 وهي الاخيره من نقاط الاستدلال اللي اخترناها لكم والخاصه بحياه الصلاه. هذه النقطه الاخيره مرتبطه بالنقطه الاولى فهي متعلقه ايضا بالروح القدس. اذا بدانا وننتهي مع الروح القدس. عنوان نقطه الاستدلال هذه هو كي نعيش بحسب الروح. قلنا أن الصلاة هي وسيلة، فهي ليست الهدف أو الغاية بحد ذاتها، بل هدفها هو أن تعلمنا العيش كأبناء الله، أن نعيش بحسب الإنجيل إذن، وذلك لكي نتشبه دائما أكثر فأكثر بالمسيح، وحتى نتعلم بشكل أفضل أن نترك أنفسنا نقاد من قبل الروح القدس خلال كل حياتنا. هذا ما سيجعلنا نكون إذن شهود لحضوره من خلال عيش حبه، يعني عيشنا لحبه ونشر نار اللي تدفئ وتنير، وأن نصبح بالتالي كما يطلب من عندنا نور العالم وملح الأرض. إذن الصلاة بهذا المعنى هي مدرسة للحب، مدرسة آتي إليها كل يوم حتى أتعلم أن أحب أبي الذي خلقني وأحبني ويحبني كما أنا كل يوم. أن أتعلم في هذه المدرسة أيضا كيف أتشبه دائما أكثر فأكثر بالمسيح، أن أشبه المسيح. كل هذا لا نستطيع فعله إلا إذا تركنا أنفسنا نقاد إذن من قبل الروح القدس خلال كل حياتنا. هذا ما سيجعلنا نكون شهود لحضوره من خلال عيش حبه ونشر ناره، كما ذكرت، ناره اللي تدفئ وتنير، وان اصبح نور العالم وملح الارض مره اخرى. ولكي انهي كلامي اليوم دعوني الخص لكم اذا كل النقاط السابقه ونقطه اليوم ايضا عن الصلاه كالاتي. الصلاه هي ان أقبل، أن أسلم مفتاح حياتي لله. أسلم إذن مفتاح حياتي لله كجواب حب على حبه هو اللامتناهي، هو الأول. حب اللامتناهي إلي، أي أن أعترف بعدم اكتفائي بذاتي. أي أن أقبل أن يقود الله بنفس حياتي. أنا يا رب بدونك لا شيء، وأنتظر كل شيء من عندك. وأكثر صورة تقرب لهذا الشيء، هذا يعني هذا الموقف، هي صورة الطفل اللي يستنير وجهه ويفرح عندما يتعرف على وجه أمه الباسم. كلنا نعرف هاي الصورة. الطفل ينام بسلام بهدوء في حضن أمه. ليش؟ لماذا؟ لأنه يثق بها ويعرف بأنها تحبه وراح تهتم به إذا جاع أو تألم أو احتاج لأي شيء. هذا هو معنى الصلاة. هذا هو الموقف اللي علينا أن نتخذه في الصلاة. الصلاة هي أن أقبل بأن أكون محبوبا من قبل الله، أن أدع الله يحبني. هو يحبني، دعوني أحبكم يقول الله. يعني أن أضع نفسي بين يديه مثل الطفل، وأنا على يقين بأنه يحبني كما أنا، وسيهتم بي ويهتم بي في كل الأحوال، ويحبني حبا لابن الوحيد. هذه هي الثقة المسيحية، هذه هي الصلاة. الصلاة هي التدريب على ذلك. هذا مو شيء سهل، أحتاج يجوز كل حياتي حتى أتعلم هذا الموقف الواثق بالله. مرة أخرى، الحب هو أحتاج إلى طول الحياة حتى أتعلم كيف أحب، والصلاة هي مدرسة الحب. قلت إذا الصلاة هي التدريب على هذا، أي أسلم حياتي مثل الطفل. هذا هو إذن أساس الصلاة الحقيقية اللي نسميها الصلاة الصامتة أو صلاة السكوت. تذكروا قول المسيح بخصوص الطفل بهذا المعنى. الصلاة هي أن نؤمن بسكن الله العجيب هذه فينا، وهذا هو مبدأ أولي ذكرناه في البداية، مبدأ أساسي تماما لكل حياة صلاة. أي أن نؤمن بأنه الله ساكن في داخلي قبل أن يكون في أي مكان آخر، وكذلك أؤمن برغبته
في إشراكنا في حياتنا في السابق. الصلاة هي قبل كل شيء تسليم الذات إذن غير المشروط بين يدي الآب على مثال يسوع الذي سلم كل حياته بيد الآب وعمل بمشيئته حتى النهاية. حتى النهاية كان يسوع يبحث عن مشيئة الآب ويعملها. هدف الصلاة أصلا هو أن نوحد إرادتنا بإرادة الله حتى نكون متحدين بذاك الذي في جوهره ليس إلا محبة. إذن أن نصلي هو ليس مجرد أن أطلب من الله، هنا ننتبه راح تتغير تماما، يعني يتغير مركز صلاتنا. احنا نأتي إلى الصلاة أكثرنا مع الأسف حتى نطلب من الله، كأنه علاقتنا فقط أنه علاقة مصلحة، صلاة الطلب. إذا نعيد، احنا يجب أن نصلي، أو أن نصلي هو ليس مجرد أن أطلب من الله أن أقدم قائمة طلبات إليه، لكن الصلاة هي أوسع وأعمق من ذلك بكثير. أن نصلي هو أن نختلي، أن نتحاور، أن نتواصل مع الله. هو بكل بساطة أن نبقى في حضور الله أبونا، كمن يعني هو موجود في مدرسة يعني تعلم الحب مثل ما قلت. الصلاة هي مدرسة الحب مرة أخرى، مدرسة نتعلم فيها طوال حياتنا كيف نحب حقا، ورح نسقط بها طوال حياتنا، مدرسة رح نظل بها ما نتخرج منها، لأن أبد ماكو واحد بينا يحب بشكل كامل. إذا المدرسة نتعلم فيها طوال حياتنا كيف نحب حقا، مدرسة نتعلم فيها كيف نصبح يوما بعد يوم خدام المحبة. هدف الصلاة هو أن يعني يتغير قلبي بسبب كثرة لقاءاتي هاي بالله. احنا مو نقول الصلاة هي لقاءات مع الله، كل ما أكثر الصلاة يجب أن يتغير قلبي. إذا هدف الصلاة أن يتغير قلبي فيصبح مثل قلبه، قلبا يخفق أصلا كي يفرح الآخر، كي يحب الآخر، كي يهب حياته للآخر. هذا هو قلب الله. هدف الصلاة هو أن أسلم له قيادة حياتي حتى يعلمني كيف أصبح شبيها إليه، أي أتحد به. لا تنسوا أن الله هو إلهنا، هو إله، هو ثالوث. إذن هو إله علاقاتي، إحنا نقول يعني جوهريا إلهنا هو إله علاقة، هو من الأبد وإلى الأزل في حالة علاقة. بكلمة أخرى، مفتاح السر هو في العلاقة. اللي ما يصلي، يعني اللي ما يدخل في علاقة مع الله، سيظل دائما على السطح. مفتاح السر في العلاقة قلنا، ومأساة الإنسان اللي يواجهها في عدم فهم لله تكمن في هذا السر، سر العلاقة. الله هو كائن يدخل في علاقة، ولا يمكن أن ندخل في سر إلا من خلال العلاقة، لأنه هو بالذات علاقة ثالوثية. لو كان الله واحد وليس ثالوث بالمعنى المسيحي، طبعا نقول الله إلهنا هو إله واحد في ثلاثة أقانيم، لكن لو كان الله مو علاقة، لو كان الله مثلا نقول إله واحد بالمعنى، ليس بالمعنى المسيحي وليس ثالوث، يعني إله سيكون لكان إلها نرجسيا متمركزا على ذاته، فكيف ممكن أن نقول أنه الله محبة وهو يعني رح يحب منه، يحب نفسه، إله نرجسي ينظر إلى ذاته، إله نرجسي. لو كان الله واحد بهذا المعنى النرجسي وليس ثالوث، إذن لكان إله متمركز على ذاته، ولا يمكن أن نقول بأنه، أن نقول عنه بأنه محبة. المحبة، منطق المحبة هو شنو؟ هو الخروج من الذات، الخروج عن الذات والدخول في علاقة مع الآخر. منطق المحبة هو عطية الذات الآخر. لهذا إلهنا يجب أن يكون ثالوث. العلاقة بالنسبة له هي ليست، بالنسبة لله هي ليست صفة إضافية مثل الخلق مثلا. احنا نقول الله هو خالق، نصفه بالخالق. الله بدون الخلق يستطيع أن يكون الله، لكنه بدون العلاقات غير قادر على أن يكون
إله يسوع المسيح إلهنا الله، لأنه في جوهره علاقة. من الأزل هو في علاقة، الآب يحب الإبن والإبن أيضا يخرج من ذاته ويتوجه نحو الآب، يحب الآب، والروح القدس شنو هو؟ هو هاي علاقة الحب بينهما. طبعا صعب احنا نتخيل الأشياء، بالنسبة لنا ثالوث يعني تلافة، بينما الفكرة هي العلاقة، الله هو ثالوث، لهذا حقيقة الثالوث بالنسبة لنا هي جوهرية وأساسية. إلهنا هو إله واحد لكن في ثلاثة أقانيم، كل واحد يخرج، كل واحد في علاقة حب مع الآخر. الله إذن بدون الحب مستحيل أن يكون الله، ولهذا صلاتنا يجب أن تكون مدرسة للحب، لأننا بدون ذلك لن نستطيع أن ندخل في علاقة حب معه. تشوفون الفكرة من هنا؟ ولأن الله هو كائن في علاقة، علاقاتي، فهو دائما البحث على الدخول في علاقة معنا، أي أنه يتواصل لكنه مختلف في تواصله عنا، يعني هو لا يتواصل مثلنا، لأنه عندما يتواصل فهو لا يفعل مثلنا مجرد يوصل شيئا ما، لكنه يوصل نفسه. هذا هو الفرق. احنا عندما نتواصل مع الآخرين نوصل أشياء معينة، نوصل لهم مشاعرنا، نوصل لهم حبنا إلى آخره وأشياء أخرى. الله يوصلنا ذاته، يعطينا ذاته. إذن الله يعني ليس مجرد يتواصل، فهو عندما يريد التواصل بنا هو يلتحم بنا، يتحد بنا، يقيم عندنا، يدعونا للإقامة عنده، تعال وانظر. ما يريدنا نبقى خارج في الخارج فقط، خارجا عنه. رغبة الله من وراء التواصل هي شنو؟ إذن هي دائما الاتصال والالتحام والاتحاد، هذه هي دعوتنا وهذا هو الله. الكتاب المقدس كله يعكس رغبة الله هذه في الدخول في علاقة معنا، وإلا لما كان تجسد، كان ممكن يخلصنا من بعيد. كل الكتاب المقدس إذن يعكس رغبة الله هذه في الدخول في علاقة معنا. اقرأ هوشع، المزامير، الابن الضال، مريم ومرتا، إلى آخره، كل الكتاب المقدس. مشكلتنا مع الله هي هذه، إننا نشكو دائما من عدم حضور الله معنا. وينك يا رب؟ من عدم استجابته لصلواتنا، ليش يا رب ما استجابت لصلاتي؟ المشكلة هي إننا لم نفهم إلى الآن إنه إحنا ما نقدر نتواصل معه إلا من خلال علاقة حميمة، علاقة حقيقية، وليس مجرد تواصل خارجي مع ساحر عنده قدرة خارقة أو مصباح على الدين، فركة وينطينا ما نريد. هاي علاقتنا مع الله أغلبنا مع الأسف، علاقة مصلحة، نستخدم الله وقوته حتى يعطينا ما نريد، هذه مو علاقة. راجعوا طريقة صلواتكم إخوتي وأخواتي الأحبة وسترون المشكلة بسهولة. يعني راجعوا طبيعة علاقتكم معه وسترون المشكلة. راجعوا الوقت اللي تهبون إلى أو الطريقة اللي تعاملون بها الله وسترون المشكلة. المشكلة مو في الله، فينا. من هنا تأتي، إذن تأتي أهمية الصلاة أو ضرورتها الوجودية العميقة. إذن كل يوم ضيعه هو فرصة ذهبية للدخول أكثر في علاقة مع الله. لا تضيعوا الوقت ولا تحزنوا الله، فهو ينتظرنا كل لحظة. لنصلي بعضنا للبعض الآخر من أجل أن يهب الله أبينا لكل واحد منا هذه النعمة، أن نكون أبناء حقا، أقصد أن تكون علاقتنا علاقة حب حقيقية، علاقة حميمة مع الله أبينا اللي يحبنا.